مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها موقع إخباري: ميليشيا الحوثي تجبر أبناء قرية صغيرة في تعز على الرحيل من منازلهم. وموقع يتساءل: الحوثيون جماعة إرهابية، هل يفعل مجلس الأمن ما لم تقم به الحكومة اليمنية؟ وفي صحيفة عربية: شركة إماراتية تفصل أحد موظفيها لأنه نام في الطائرة. في الخبر الأكثر قراءة: كلمات قديمة تزعج الأمريكيين يستخدمها ترامب. أهلا بكم. يتساءل موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية: الحوثيون جماعة إرهابية، هل يفعل مجلس الأمن ما لم تقم به الحكومة اليمنية؟ وقال الموقع: لم تصنف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعد جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، بعكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها كمنظمة إرهابية. ويقول الموقع: إن الأمم المتحدة لا يتوقع أن توافق على طلب الحكومة اليمنية باعتبار جماعة الحوثي إرهابية لعدة اعتبارات تتعلق بحالة الانقسام اليمني، إضافة إلى الانقسام الدولي وصراع المصالح. ويتابع الموقع: كيف يمكن لمجلس الأمن اعتبار جماعة إرهابية في وقت لم تعلن عنها حكومة بلادها بأنها كذلك؟ موقع الموقع بوست، والذي يرصد الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي في محافظة إب، وعنوان الموقع: مشرف الحوثيين يقتحم مدرسة بالمدينة ويطلق النار متسببا بالرعب والهلع بين الطالبات. وأكدت مصادر محلية للموقع بوست قيام مشرف الميليشيا في قسم شرطة المنطقة الشرقية بمديرية المشنة بمدينة إب عاصمة المحافظة باقتحام حرم مدرسة الثورة للبنات في حي الجبانة العليا، هو ومجموعة من مسلحيه. وقال شهود عيان لمراسل الموقع بوست: إن مسلحي الميليشيا أطلقوا النار داخل المدرسة وأثناء خروجهم باتجاه منازل المواطنين دون وضع اعتبار للمدرسة أو للمنازل ومن فيها من سكان. وأضافت المصادر أن الاقتحام حدث أثناء فترة دراسة المرحلة الأساسية التي معظم طالباتها فتيات صغيرات السن. وليمة اسمها اليمن، تحت هذا العنوان كتب نبيل الأسيدي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست: أصبح من الصعب علينا أن نكتب وأن نقرأ غير أخبار الحرب والقتلى والدمار. أصبحنا كيمنيين أخبارا في القنوات والصحف وحتى في المجالس العامة. تتصفح كل مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما تجد إنا لله وإنا إليه راجعون، وفورا تكتب تعليقا تترحم فيه على الفقيد. لقد أصبحنا نجيد طرق النعي والترحم، لكأننا نقرأ أخبار نعينا في كل منشور. هو الوجع اليماني هذه الفترة، بل وكل الفترات التي مرت بها كلاب السلطة على رقاب اليمنيين، يأخذون فترة للاستراحة وجمع البنادق الفقيرة ليعاودوا قتلنا من جديد على السلطة أيضا. من منكم بلا شهيد أو معتقل أو مختطف أو مخفي قسرا؟ بالطبع لا أحد. ومع ذلك فالسجون والمعتقلات والمقابر في رؤوس القتلة لم تمتلئ بعد، فالأمر ليس مهما لهم ما دام القتلة في الكهوف والمخابئ والفنادق. الصور معلقة في كل منزل، هكذا أصبحت غرف مقيلنا. نتحدث عن الحرب وندفع بالمزيد من الصور الجديدة، لا يهم العمر، فالبرواز يتسع لجميع الأعمار، وما زال هناك متسع في جدار غرفنا. لم يعد أيضا معيبا لدى تجار حروبنا الاستعانة بغير اليمنيين في حروب سلطتنا الداخلية، بل أصبح عادة لدينا منذ أيام سيف بن ذي يزن، فنحن كرماء جدا ومضيافون جدا جدا مع الغرباء إذا كانت الوليمة هي بلادنا اليمن. نقل موقع عدن تايم عن عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي قوله: إن الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية يتعرضون لتعذيب وحشي بصنعاء نتج عنه إصابات متفرقة وأمراض خطيرة. وعبر عضو المجلس عن إدانة نقابة الصحفيين اليمنيين لهذه الانتهاكات المستمرة في حق الزملاء المختطفين،
محملة الميليشيا كافة المسؤولية عن حياتهم، وتطالب بالإفراج عنهم فورا ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن جميع الصحفيين المختطفين يعانون من آلام شديدة بسبب أماكن اعتقالهم وافتقارها لكل المقومات الإنسانية. أدان الحزب الاشتراكي اليمني عملية اختطاف عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي في محافظة ذمار الدكتور عائض الصيادي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وقال موقع الاشتراكي نت إن ميليشيات تحالف صالح والحوثي اختطفت الدكتور الصيادي بواسطة مجموعة مسلحة تقدر بنحو 30 عنصر بقيادة المدعو أبو الزهراء، وأخذوه إلى جهة مجهولة. وأدانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي في بيان حادثة اختطاف الصيادي وغيره من ناشطي الحزب والمواطنين في محافظة ذمار، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء هذه الممارسات التي تنتهجها الميليشيات، وحمل تحالف ميليشيات الصالح والحوثي كامل المسؤولية عن ما قد يتعرض له المختطفون، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم. عتمة، تكرار للشعاور والأهمول. تحت هذا العنوان كتب حمود هزاع مقاله المنشور في موقع مسند للأنباء، وقال في جزء من المقال: ثمة عوامل كثيرة تجعلني أرى في مقاومة عتمة تكراراً لأحداث مقاومة الشعاور والأهمول البطولية. الجميع يتحدث عن عتمة، ولكن ما الذي بمقدورهم تقديمه لها؟ مقاومة أسطورية وملاحم بطولية يسطرها أبطال عتمة تفرحنا حد الانتشاء. يتجلى ذلك في قوة التفاعل مع مستجداتها في مواقع التواصل الاجتماعي. ذلك لا يكفي إذا لم يقدم لأبطال عتمة الدعم والإسناد الذي يحتاجونه. لابد من الانتقال من حالة العواطف إلى التفكير بفعل والضغط على الشرعية إذا لم تقدم لهم ما يحتاجونه. تتبع عتمة إدارياً محافظة ذمار، وهي بالنسبة لقادة الانقلاب من المناطق التي لا يحق لها أن تقول كلمتها بقوة كما فعلت وتفعل الآن. لذلك يحشدون لها جحافلهم بقوة، معتقدين أنهم قادرون على تأديبها، لكنهم سيفشلون إذا وقفنا معها. سبق أن ناضلت الشعاور والأهمول بحزم العدين التابعة لمحافظة إب قرابة العام. استطاع المقاومون بأسلحتهم البسيطة أن يجعلوا تلك الجبهة محرقة لميليشيا الانقلاب، وحين لم تجد المقاومة ما تقاتل به انسحبت وتسلل رجالها إلى مدينة مارب. لذا يجب أن ندفع باتجاه منع تكرار المشهد نفسه في عتمة. قرى جديدة تضيفها ميليشيا الحوثي إلى مناطق حروبها، حيث عنون موقع المشاهد نت: جماعة الحوثي تفجر منازل في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز. قال شهود عيان في مديرية جبل حبشي للمشاهد إن جماعة الحوثي فجرت منزل المواطن أحمد الحمودي ومنزل المواطن غالب محمد أحمد. وأضاف الشهود أن عدة منازل في إحدى قرى جبل حبشي الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي تضررت بشكل كبير جراء التفجير. يتابع الموقع: تقوم جماعة الحوثي على إجبار المواطنين بالرحيل القسري من منازلهم، ويعاني الكثير من السكان من الحصار الكبير الذي تفرضه الميليشيا، وبالأخص عزلة بلاد الوافي شمال شرق مديرية جبل حبشي. ميدانيا ولكن من محافظة الجوف، عنون موقع المصدر أونلاين: الجوف، القوات الحكومية تصد هجوما للحوثيين في صبرين وتدمر عربة لهم في المصلوب. وقال الموقع إن القوات الحكومية صدت عدة هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على مواقع بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن الميليشيات حاولت التقدم نحو مواقع للقوات الحكومية في صبرين شرقية منطقة الشعف، وأن القوات تمكنت من صدها وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم. وفي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف تمكنت عناصر أمنية من تفكيك متفجرات وضعت في سيارة، ولا تزال التحقيقات جارية والسيارة محتجزة لدى الأمن. مصدر في مقاومة عتمة لموقع الصحوة نت قال إن المقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم عنيف للحوثيين في جبهة حلفان، وأن أكثر من 7 مسلحين حوثيين لقوا حتفهم في ذلك الهجوم. وذكر المصدر الميداني أن الميليشيات الانقلابية تحشد مسلحيها في مدينة الشرق بآنس للهجوم على عتمة من الجهة الغربية عن طريق مديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة. تابع الموقع:
تلقت ميليشيات الحوثي وصالح بدمار ضربات موجعة في مواجهات عتمة خلال اليومين الماضيين، وفقدت العشرات من مسلحيها الذين سقطوا بين قتيل وجريح. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، وإلى صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت: تقرير دولي يكشف أساليب تحايل صالح على العقوبات الدولية، حيث كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن جزء من أموال الرئيس اليمني المخلوع صالح وعمليات غسيل الأموال وأساليب التحايل التي تم انتهاجها بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي وضعه وعدد من أبنائه وقيادات حوثية في قائمة الجزاءات والعقوبات الدولية. تضيف الصحيفة: حدد التقرير الموجه من فريق الخبراء إلى رئيس مجلس الأمن الدولي شركتين تابعتين لصالح، هما وورد هورس انفستمنت وورد هورس كوربوريشن. ولاحظ الفريق أنه رغم أنه تم تصفية الشركتين في يونيو 2011 إلا أن الشركتين واصلتا إجراء تحويلات مالية بعد صدور العقوبات. وأشار التقرير إلى أن الشركتين قامتا بتحويل 58 مليونا و148 ألف دولار في أكتوبر 2011 إلى حساب خالد علي عبد الله صالح، أي بعد صدور العقوبات الدولية، وهو ما يشير إلى عدم تطبيق العقوبات فور صدورها من بعض الدول استجابة لقرار مجلس الأمن. صحيفة القدس العربي قالت إن السعودية أبدت استعدادها لإيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن جراء التدهور الكبير الذي تعاني منه العملة المحلية. وأوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أن زيارة الرئيس هادي للرياض تكللت بالنجاح من خلال إبداء المملكة استعدادها إيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. وقالت الوكالة الرسمية إن زيارة هادي للسعودية تناولت مباحثات حول الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به اليمن وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الحوثيين وحلفائهم. وكان سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي قد سجل مستويات قياسية جديدة هي الأدنى منذ عقود في السوق السوداء، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحال الصيرفة في السوق المحلية. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فقالت إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي جدد دعم الحكومة مساعي السلام وجهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال المخلافي إن الحكومة ترحب بأي مبادرة مرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث والذهاب إلى لجان التهدئة في مدينة ظهران وإعادة تفعيل اللجان المحلية للتهدئة والتي تستند إلى وقف إطلاق النار من قبل الإنقلابيين. الصحفي الفلسطيني قتيبة قاسم يكتب عن لحظات مغادرة السجن وكيف يظل رفيقا طويلا لكل من دخل إليه، وقال في جزء من مقاله المنشور في مدونات الجزيرة تحت عنوان إلى الحرية مجددا: في الليلة الأخيرة في غياهب السجن بت أبث قناعاتي إلى أذهان الرفاق وعقولهم أن السجن مرحلة عابرة لن تخلد في الذاكرة، وستنسى رفاقك وإخوانك بعد يوم أو قل بعد أسبوع، فالمهم أنك ستنسى وستنسى وجع التحقيق وألم الزنازين ووحشة القبور باطن الأرض، ولربما لن تستطيع حتى تذكر أسماء رفاقك. والحقيقة أني كنت أحاول إقناعهم بما لست به مقتنعا، فما بالي لا أبرح تغادر مخيلتي تلك الأيام والليالي واللحظات التي لعلها بمداد من الوجع خطت حروفها وتركت بصمتها في أدق تفاصيل الحياة المقيدة بسوار الظلم والقهر. ولعل الطريق وإن كانت معروفة نهايتها وبدايتها، فإن باب السجن لن يظل موصدا أبدا. دورة من الحياة الاعتيادية تتجدد كل صباح، والسجن بعد اعتقال أو أكثر سيصبح ذلك المأوى الدائم رغم أنفك. كانت الأيام والدقائق الأخيرة تمر طويلا مثقلة بالخوف والترقب والألم. مرت الليلة الأخيرة كالليالي الأخيرة طويلة جدا، دهرا من الوجع يكابد الفرح.
فأي شعور ذلك الذي ينتابني وأنا أدرك أن الرحيل بات قاب قوسين أو أدنى؟ باتت قريبا لحظة كنت أتمناها، وبت اليوم أخشاها أمام الرجال الذين ما تمنيت إلا أن يكونوا أحرارا بين ذويهم، يسبقوننا بالفرح وهم الذين سبقونا إلى تلك المقابر يحيون فيها روح المجد والأنفة والثبات. تسببت صورة أخذت لمدير طاقم الطائرة وهو نائم خلال إحدى رحلات الطيران في إنهاء خدماته من العمل، ليقوم بعدها برفع دعوى قضائية ضد الموظفتين اللتين قامتا بتصوير ونشر الصورة. ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مدير طاقم الطائرة أن العاملين في الشركة تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة له وهو نائم في مقاعد المسافرين من دون إذن، مشيرا إلى أنه تم التقاط الصورة أثناء عودته إلى الإمارات في رحلة سفر طويلة، حيث قرر أن ينال قسطا من الراحة فاستلقى على مقعد المسافرين، وما أن استسلم للنوم حتى كانت كاميرا إحدى زميلاته جاهزة. وأضاف: بعد أيام من نشر الصور أحالتني إدارة شركة الطيران إلى التحقيق، وعلى إثره تم إنهاء خدماتي وفصلي من العمل. وعن تطبيق صراحة الذي نال الكثير من الاهتمام من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عنونت صحيفة العرب الجديد: مؤسس موقع صراحة للعرب الجديد، لا تخافوا على خصوصيتكم. تقول الصحيفة في التفاصيل: استطاع الشاب السعودي زين العابدين توفيق أن يدخل إلى كل منزل في العالم خلال أيام قليلة بعد أن أسس موقع صراحة الذي نال اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. تضيف الصحيفة: هذا الموقع الذي خصص للمصارحة بين الجميع من دون معرفة المرسل ومن دون التمكن من الرد على المرسل المجهول، أثار اهتمام ناشطين في العالم العربي. وعلى الرغم من انتشار هذا الموقع إلا أنه تعرض لانتقادات لاذعة، خصوصا عندما استخدمه بعضهم كوسيلة خفية للتعبير عن الحقد والشتم ضد أشخاص لا يستطيعون مواجهتهم. شبكة البي بي سي عنونت في أحد أخبارها الأكثر قراءة: أعداء الشعب، عبارة من قاموس الطغاة القدامى تعود إلى الحياة على لسان ترامب. وقالت التفاصيل: عندما كان ستالين أو ماو تسي تونغ أو أمثالهما يصفون معارضيهم بأنهم أعداء الشعب، كان هذا الوصف كفيلا بتلفيق تهمة للمعارض وقد يقوده للموت أو السجن. وها قد عاد هذا الوصف القديم الذي تعود نسبته إلى الإمبراطور نيرون الروماني مرة أخرى إلى الحياة، لكن على لسان ترامب. فقد كتب ترامب في تغريدة بأن الإعلام المزور ليس عدوا لي فقط، وإنما هو عدو للشعب الأمريكي. وعلق أحد محرري نيويورك تايمز على كلام ترامب بالقول: مثال مرعب على خطاب نموذجي لديكتاتور. لا يجوز لحروب الماضي والحاضر أن تمنعك من الانخراط في حروب المستقبل، وهي حروب جديدة يقودها جنرالات جدد، حروب تخاض بالأرقام لا بالأوهام، لا خيار إلا القطار. هذا جزء من مقال للكاتب غسان شربل المنشور في صحيفة الشرق الأوسط، والذي قال فيه أيضا: لا تذهب إلى خزائن أجدادك إن داهمك المرض، تلك العقاقير انتهت مدة صلاحيتها، والأمراض كما العلاجات أكثر تعقيدا. دع أجدادك يرتاحون في نومهم الشاسع، ولا تتوهم أن عليك المثول يوميا بين أيديهم لتظهر عرفانك وولاءك، ولتؤكد أنك صورة طبق الأصل عنهم، وأنهم يتحدثون عبرك وأنك تستعير حناجرهم. أنا لا أقول أن تتنكر لهم أو أن تستقيل من الانتماء إليهم أو تعتبرهم عبئاً ثقيلاً على أيامك، أنا أقصد أنك في زمانك ومكانك، وأفضل وفاء لأجدادك هو أن تكون مخلصاً لأبنائك وأحفادك. لا تستسلم لهذا الوافد من كهوف القرون الماضية، ذوي العيون الخائفة والأيدي القابضة على الخناجر، ذوي الحروب العرقية والطائفية والمذهبية. ولا تجتذبك انتصارات أسست على الشطب والإلغاء والترحيل ومحو الآثار، روض وحش العصبية في عروقك، لا تلتحق بحروب لا تنجب إلا ركامة والجنائز والفقر. القصة بسيطة وحاسمة في آن، العصر يقرع بابك فلا تتهرب، عبثا تحكم إقفال النوافذ، لا تهرم في العتمة.
أنا مثلك، أحب حرير الماضي وأرض أجدادي وقصائد المتنبي وحكايات بغداد، لكن لا خيار إلى القطار. تقام المسابقة العالمية للتصوير الصحفي منذ عام 1955، واختارت لجنة التحكيم هذا العام الفائزين في 8 فئات شملت 45 مصوراً من 25 دولة، وسوف تعرض صور الفائزين في معرض متنقل يفتتح في أمستردام في 20 أبريل. نتابع معكم بعضاً من هذه الصور والتي نشرت في BBC. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.